في اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه نروح نتابعها مع سالة حامد زميلتنا العزيزه موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة بونجور، صباح الهنا عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي في نهايه الاسبوع، وزي ما انت قلتي حاليا انا متواجده معاكي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن زي ما انت قلتي يا نهاوند، يمكن خليني طبعا ابتدي معاكي بجميع الاخبار اللي لدى يعني جميع فرق نادي الاهلي الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاكي بالفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجاستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك انه طبعا الفريق امبارح يعني انهى استعداداته وتدريباته امبارح على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن امبارح التمرين كان الساعه 6 على يعني ارضيه الصاله، ويمكن الفريق طبعا كان بيستعد بشكل قوي جدا لمباراه اليوم. يمكن النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ويمكن دي من ضمن المنافسات في دور الاياب من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين يمكن النادي الاهلي في الشهر الماضي لعب جميع مبارياته في الدور الاول او دور الذهاب من بطوله الدوري. يمكن حاليا هم بيلعبوا كل المنافسات في دور الاياب او طبعا الدور الثاني من البطوله. يمكن طبعا مباراه نادي الزمالك هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل. وكمان خليني اقول للساده المشاهدين ان المباراه النهارده هيتم اذاعتها على شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري، المباراه ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء. يمكن كمان خليني اقول لك انه جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين في قائمة اليوم، ولكن ما عدا لاعب واحد وهو محمد ابو النصر. يمكن طبعا محمد ابو النصر تعرض لمزق في السمانه وهيغيب يعني بسبب الاصابه دي لمده اسبوعين على الاقل. طبعا هيبتدي على طول تاهيله، ولكن بعد الاسبوعين ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعيه وهينضم مع الفريق ويشارك طبعا في جميع المباريات الفتره القادمه، فهيغيب عن مباراه اليوم لمده اسبوعين. كمان يعني خليني اقول لكم انه الفريق النادي الاهلي يمكن هيدخل المباراه دي وهو بيحافظ على مركزه في ترتيب الفرق في بطوله الدوري. يمكن النادي الاهلي طبعا في الصداره في المركز الاول، ويمكن يعني المباراه دي طبعا يعني المكسب منها هو الحفاظ على الصداره وحفاظ على مركز النادي الاهلي في ترتيب جميع الفرق. كمان سيدات كره السله امبارح كان عندهم مباراه مهمه جدا وايضا ضمن منافسات بطوله الدوري، ولكن في دور الاول دور الذهاب كان عندهم مباراه مع نادي مصر التامين وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 80-51. النهارده ان شاء الله عندهم يعني طبعا دي المباراه اللي اقيمت ما بين الفرقتين على صاله مركز الشباب الجزيره، ويمكن النهارده ان شاء الله عندهم راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا لطبعا باقي المباريات والمنافسات ان شاء الله الفتره القادمه في الدور الاول من بطوله الدوري. كمان يعني خليني اقول لك انا هوند انه بالنسبه لبقيه الفرق سواء كره الطايره سيدات ورجال وايضا كره اليد، يمكن جميع الفرق دي حاليا في توقف دولي. طبعا عندهم تجمع مع معسكر منتخبنا الوطني سواء لكره الطايره او كره اليد. يمكن طبعا خليني ابتدي معاكي بكره الطايره. كره الطايره يمكن الرجال والسيدات يعني بداوا المعسكر من يوم الاحد، يمكن طبعا من يوم الاحد طبعا بداوا المعسكر مع منتخبنا الوطني في صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر. ويمكن طبعا الغرض من المعسكر ده هو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية واللي هتقام في غانا إن شاء الله. يمكن سواء يعني منتخبنا الوطني للسيدات أو للرجال هيسافروا يوم الأحد القادم لغانا عشان يشاركوا في البطولة دي. ويمكن طبعا يعني منتخبنا الوطني للرجال أو السيدات ضم العديد من اللاعبين من النادي الأهلي. يمكن في الرجال يعني ضم سيف عابد، محمد عصران، وعبد الرحمن الحسيني، والسيدات طبعا منهم دعاء محمد، أمين، زينة العالمي، آية خالد، ندى وليد، وكمان مي غزال. جدي طبعا معظم اللعيبه اللي هتشارك مع منتخبنا الوطني في دوره الالعاب الافريقيه. كمان في كره اليد كان حاليا عندهم توقف دولي وهيكون لحد يوم 17 من شهر مارس الحالي. يمكن طبعا اول امبارح بدا المعسكر الداخلي بالنسبه لفريق او منتخبنا الوطني لكره اليد، ضم برضو العديد من اللعيبه زي عمر خالد كاستيلو، احمد عادل دوله، عبد الرحمن فيصل، حميد سيسه، كمان يعني احمد خيري، العديد من اللاعبين هيكونوا
يكونوا متواجدين مع منتخبنا الوطني. ويمكن ده المنتخب يعني زي انترناشونال ويك، تجمع عادي جدا يعني، طبعا مش المنتخب مش هيشارك في اي بطوله الفتره القادمه، لكن هو تجمع هيكون عادي بالنسبه لمنتخبنا الوطني. كمان يوم 13 مارس هيسافروا لفرنسا عشان عندهم العديد، المنتخب عنده العديد من التجارب والمباريات الوديه هتكون في فرنسا ان شاء الله. وبعد كده المنتخب هيرجع، والنادي الاهلي هيكون اول مباراه ليه بعد التوقف الدولي هتكون يوم 26 من شهر ايضا مارس الحالي، وهتكون اول مباراه بالنسبه لفريق كره اليد مع مستر ديفيد ديفيز هتكون امام نادي سموحه، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي سموحه في مدينه الاسكندريه. دي كانت كل طبعا يا نهاوند كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا خليني اضم صوتي لصوتك، ويعني طبعا اتمنى التوفيق لفريق كره القدم يعني طبعا في مهمته الصعبه، والسفر طبعا للسعوديه للمشاركه في نهائي كاس مصر. ان شاء الله اللقب هيكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله كلنا طبعا هنفرح معاك يا نهاوند يوم الاحد طبعا في اولى حلقات يعني 10 الصبح في الاهلي بعد الفوز. وطبعا كمان بقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه طبعا يعني قدوم شهر رمضان، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب وبخير. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا اكلم عليك يا نهاوند تفضل. انا في الاول هقول لك كل سنه وانت طيبه كمان طبعا يا ساله، وكل سنه واحنا جميعا يا رب بخير ودايما في احسن حال، وكل سنه والنادي الاهلي دايما بيفرحنا. لا رجعوا لي سنه تانية يا جماعه، كل سنه والنادي الاهلي بيفرحنا، وكل سنه ودايما الاهلي في بطولات لان ده مهم جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه سالا، عايزه اسالك لان انت برضو بتبقي متواجده بشكل كبير ومستمر في النادي، وطبعا التغطيه بتاعتك دلوقتي اكيد بتقعدي وكنت بتعملي جوله في النادي، خليني او اعكسي لي ردود الافعال والتنبؤات والحاله دلوقتي الموجوده بين الاعضاء، هل هم متفائلين؟ هل عندهم يعني قوة إيمان؟ هل في توقعات سمعتيها؟ أنا عارفة دايما بيبقى فيه يعني لقاءات مع أو في الكواليس بيبقى فيه حوارات بتدور بينك وبين أو المراسلين بتوعنا والأعضاء، خليني أعرف منك ده. طبعا خليني اقول لك انا هواند يعني زي ما انت قلتي بحكم دايما انا متواجده هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويمكن طبعا زي ما بتقولي يمكن بيكون في زي حديث ما بيني وما بين يعني معظم اعضاء النادي الاهلي سواء كبار السن او طبعا الشباب، كله يعني كله عنده حاله من التفاؤل طبعا يعني لفريق النادي الاهلي طبعا مشاركته في مباراه نهائي كاس مصر. الكل يعني خليني اقول لك يعني بصراحه عندهم حاله من التفاؤل، يعني فخورين ومبسوطين وواثقين في لاعبتنا ان شاء الله ان هم هيفوزوا بالمباراه دي. يمكن طبعا خليني برضه اقول لك ان البعض بيقول ان شاء الله هنفوز المباراه دي كمان بسكور، يعني مش بس 1-0 2-0 الكل متوقع او معظم الناس متوقعين ان المباراه دي هنفوز فيها بسكور كمان، يمكن يعني النتيجه ممكن توصل ل 3-0 4-0، يعني متوقعين النادي الاهلي ان شاء الله لو جاب اول هدف في الشوط الاول من المباراه الشوط الثاني يمكن المباراه شويه تفتح بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واذا سجل اكتر من هدف واثقين في جميع اللاعبين، وكمان عندهم حاله من التفاؤل بالاخص يمكن من بعد يعني يعني اخر مباريات بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام بلديه المحله او مبارياته طبعا امام يونج افريكانز وباقي المباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن يعني يمكن شفنا اخر مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي يمكن الاداء كان يعني في تحسن كبير صحيح. جدا في الكل كمان متفائل بدا انه ان شاء الله هنظهر باداء جيد امام نادي الزمالك، فيا طبعا يا رب ان شاء الله يا نهوان زي ما انت قلتي النصر والبطوله من نصيب النادي الاهلي. ولكن اطمني الاجواء هنا يعني في حاله من التفاؤل، عندهم ثقه كبيره جدا ان شاء الله في لعيبه النادي رائع الاهلي. رائع جدا يا سالة، رائع جدا، وكويس جدا ان احنا نسمع الحاله الموجوده دي من تفاؤل لكل الاعضاء. عايز اقول لك كمان على السوشيال ميديا انا دايما بتابع فعلا ردود الافعال رائعه جدا، ناس كتير واثقه ان باذن الله مهما كان المنافس على قوه كبيره ودوافع كبيره جدا واستعداد قوي، بس انت برضو النادي الاهلي اللي معرفنا وخلينا اقول بيطمنا دايما، الحمد لله فعلا احنا ظهرنا مؤخرا بالصوره اللي احنا عايزينها عندك بدل السكواد الجاهز 2 وغيره، فبنتمنى كل التوفيق وواثقين باذن الله في الفوز. بشكرك جدا زميلتي العزيزه جدا جدا سالا حامد، شكرا ليك.